السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تواصلوا إن شاء الله دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقطن المغربي. شكرا لكم على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كتزيد كتحفزنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الموديلات ديال المحل. والناس اللي كتسول على المحل، عندنا المحل راه كاين في مدينه سيدي بنور. اللي بغى يتواصل معنا غتهبطوا اسفل الفيديو، راه كاين الرقم ديال التليفون الواتساب، يمكن تتواصلوا معنا في الواتساب. اليوم عندنا الجديد ديال جلابه دو بياس، جلابه بالقفطان كما كتشوفوا. هذه جلابه بالقفطان دو بياس، يعني خدمه ديالها جات رائعه، مخدومه بالضفره وبالعقاد ديال الصم، ودرنا ليها هاد الشبيكه. هذه كتجي الشبكه ديال الليد كما كتشوفوا، الخدمه ديال الليد يعني كتجي رائعه وراقيه في اللبسه ديالها، يعني جلابه ديال المناسبات ديال الحضور. يعني هاد الجلابه هادي يمكن تلبسيها مثلا جلابه دو بياس بالفوقاني ديالها، يمكن تلبسيها بوحدها بحال مثلا تحيدي هاد الفوقاني هذا وتلبسي جلابه بوحدها، يمكن تلبسي حتى هاد الفوقاني هاد الكيمونو كيتلبس بوحدو، كيتلبس مثلا مع سروال مثلا ديال الجين، ويمكن تشديه بالحزام. يعني راه عندها الحزام ديالها كما كتشوفوا، الموديل ديالها جا راقي ورائع، جلابه ديال الحضور ديال المناسبات، ويمكن تلبسيها بوحدها تحيدي مثلا هذه اللي ما كانتش عندك مناسبه كتحيدي الفوقاني وكتلبسي جلابه بوحدها. كتلبسيها عاوتاني كما قلنا، كتلبسي هذا الكيمونو بوحدو مع السروال، وكديري لي الحزام، يعني كيجي اللبسه ديالو رائعه. التوبرا ديال الكريب والفوقاني التوب ديالو مزوق، يعني كيجي مطلوق وطايح، كيجي رائع في اللبسه ديالو. كما كتشوفوا الموديل ديالو جا منبت بالعقيق. الى عجبك هذا الموديل هذا وبغيتي تخدمي فحالو، تواصلي معنا في الواتساب، غتسكريني هذا الموديل هذا وتصيفطينا في الواتساب ونقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع. توب وخياطه، يعني متوفرين عندنا اللوينات في هاد التوب او هاد الموديل، هاد الطرزه هادي، يعني تقريبا واحد كاينين متوفرين دابا شي 7 ديال الالوان اللي كاينين في هاد التوب هذا. يمكن تواصلي معنا في الواتساب وغادي نوريوك اللوينات اللي متوفرين اللي باقين. بالنسبه للتوصيل راكم وصلوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنت كنوصلوك السلعه حتى لعندك، يعني كيديو لك السلعه حتى للدار. خارج المغرب رانا كنرسلوا لاسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، ايطاليا، يعني هاد الدول دو كاملين كنرسلوا لهم. اللي بغى يتواصل معنا غادي تتواصلوا معنا في الواتساب ونقول لك الثمن ديالها بشحال كتطلع توب وخياطه. بغيتي هاد الطرزه هادي، بغيتي شي طرزات كاينين عندنا طرزات اخرين، يعني حتى هما كيجيو راقيين وكيجيو في هاد الجلابه دو بياس بالقفطان، يعني كتجي راقيه، يعني كاين زواقات وحدين اخرين، يعني كانت بقات متوفره عندنا هاد الطرزه هادي غادي نديروها، ما كانش متوفره راه كاين عندنا طرزات اخرين ان شاء الله نديروهم، حتى هما كيجيو راقيين في اللبسه ديالهم. والتوب راه التوب ديال كريب حرير دو سواني، شي حاجه مزيانه، كاليتي مزيان ديال التوب. غادي نوريكم دابا اللوينات اللي كاينين عندنا دابا في هاد الكريب هذا اللي متوفرين حاليا، وإلا ما لقيتوهمش مثلا متوفرين راه كاينين عندنا طرزات وحدين اخرين. كاين عندنا دابا هاد اللون هذا راه ماشي خو هذا، يعني شويه مفتوح عليه. كاين عندنا هاد اللون هذا، يعني الى عجبك هاد اللون غادي تسكريني وتصيفط ليا في واتساب ونشوفو الا كان باقي متوفر غادي نديروه، ما كانش متوفر غادي نشوفو شي لون واحد اخر. هاد اللون هذا راه خو هذا هو اللي خادمين بيه هاد الجلابه هادي، هاد اللون
كاينين اللوينات، اللوينات زوينين وراقيين كما كتشوفوا. كاين هذا اللون هذا حتى هو، هادو كلهم عندهم الفوقاني ديالهم، يعني عندهم فوقاني ديغرادي ديال الثوب، يعني كل ثوب معاه التلبيس ديالو الفوقاني. هذا الثوب ديالو في الازرق، ازرق ملكي كما كتشوفوا اللوينات. يعني اللي عجبك شي لون من هادو غادي تسكريني وتصيفط لنا في الواتساب ونشوفوا الا كان باقي متوفر غادي نديرو، ما كانش متوفر غادي نديرو شي لون واحد اخر. هادو راه كلهم بالفوقاني ديالهم، يعني راه عندهم الفوقاني، اللوينات كلهم رائعين. اللي عجبتك شي حاجه غادي تسكريني وتصيفط لنا في الواتساب، غادي نقول لك الثمن ديالها بشحال كتطلع. ثوب وخياطه، والخدمه هي هذه اللي كتجي راقيه ورائعه. هادو هما اللوينات اللي كاينين عندنا دابا. يعني هادو هما اللوان اللي كاينين. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش تبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات جلابه والقفطان المغربي. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كما كتشوفوا الطريزات عندها في الكمام وعندها في الصدر، يعني راقيه في اللبسه ديالها، لبسه ديال المناسبات ديال الحضور. جلابه حداريه، عندها جوج استعمالات، يمكن تلبسي جلابه بوحدها، يمكن تلبسي هذا حتى هو بوحدو، يمكن تلبسيهم بجوج، يعني ثلاثه في لبسه واحده، يعني ثلاث لبسات عندك في لبسه واحده. اللبسه كتجي راقيه ورائعه، والخدمه راه كما كتشوفوا متقونه. الخدمه راه ديال الماكينه ماشي ديال اليد، ولكن دايزه متقونه بحال الخدمه ديال اليد. هاد الدريسات هادو راه مخدومين باليد، هاد الشبكه هادي حتى هي مخدومه باليد، الفينيسيو كله باليد الا الخياطه اللي مخيطه بالماكينه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.